الفشل الكلوي؟ الحقيقة عندنا أسباب مهمة جدا لازم ناخد بالنا إن الفشل الكلوي ليه أسباب عدة، أهمها إن إحنا بنتكلم على مرضى السكر، مرضى ارتفاع ضغط الدم، مرضى الالتهابات المزمنة، مرضى الالتهابات المناعية، ومرضى الوراثية. باختصار شديد لازم نبقى عارفين، إحنا مش بنخوف الناس بس لازم نبقى عارفين إن ارتفاع السكر في الدم مدة طويلة يمكن تتعدى العشر سنوات أو الخمستاشر سنة أو أكثر من هذا قد تؤدي إلى فشل كلوي نتيجة لالتهاب نفروزي والتهاب شديد في الكلى نتيجة لارتفاع السكر فترة طويلة. كذلك ضغط الدم المرتفع الغير منتظم وبرضه بنقول على فترات طويلة عشان ميبقاش حد عنده ضغط عالي فيفقد الأمل أو يشعر إن هو بيتعرض ده بسهولة، لا بياخد مدة طويلة جدا يمكن يعني مش عايزين نقول عشرات السنين بس أكثر من عشر سنوات على الأقل عشان يخش في فشل كلوي. يبقى الوقاية المهمة جدا جدا في مرضى السكر ومرضى ارتفاع ضغط الدم إن بانتظام شديد جدا جدا نقيس كم الكرياتين أو نقيس معدل الكرياتين في الدم ونشوف تحليل البول ودي حاجة بسيطة جدا. كذلك الالتهابات المناعية والحقيقة دي ملهاش أي وقاية بس بتبقى في بعض المظاهر اللي بتظهر على العيان فنحاول نلحقها بسرعة. كذلك لو في أمراض مزمنة بالنسبة لمجرى البول أو في حصوات متكررة دي برضو ممكن تبقى أحد الأسباب، علاوة على الأسباب الوراثية اللي بنسميها زي تكيسات موجودة في الكلى ودي أسباب وراثية بتمثل حوالي من 2-3%. الحقيقة بعد ده كله بيبقى عندنا يمكن من 5-10% بنسميها أسباب غير معروفة أو أسباب غير مفهومة، وأحيانا بنفاجأ إن المريض عنده فشل كلوي الحقيقة دون مقدمات وإن كانت نسبتها قليلة شوية. شكرا جزيلا. العفو العفو، شكرا جزيلا.